أهلا بكم مشاهدينا إلى جولة الرابعة، وهذه أبرز عناوينها. تجدد الاشتباكات بين جيش الإسلام وفيلق الرحمن في الغوطة الشرقية، ومبادرة جديدة لوقف الاقتتال. بدعم من المدفعية التركية، الثوار يستعيدون السيطرة على قرى بريف حلب الشمالي من تنظيم الدولة. قوات النظام مدعومة بالميليشيات الطائفية تبدأ عملية عسكرية لاستعادة قرية الزارة بريف حما الشمالي. تجددت الاشتباكات العنيفة بين جيش الإسلام من جهة وفيلق الرحمن وجيش الفسطاط من جهة أخرى في أطراف بلدة مسرابة بغوطة دمشق الشرقية، ورصد نشطاء حالة توتر متصاعدة بين الأهالي جراء الاشتباكات الدائرة بين كبرى فصائل الغوطة، فيما طرح 24 فصيلا من الجيش الحر مبادرة تضمنت 10 بنود لإنهاء الاقتتال في الغوطة. منذ 20 يوما وحتى هذه اللحظات لا تزال الفصائل العاملة في غوطة دمشق الشرقية تتناحر رغم المبادرات والمحاولات التي تسعى لوقف الاقتتال الذي راح ضحيته أكثر من 300 قتيل، وجديدها تلك الاشتباكات التي جرت على أطراف مسرابة بين جيش الإسلام وفيلق الرحمن. تجيش من إعلاميي الفصائل وكذلك ممن يسمون أنفسهم شرعيين ورجال دين، وسلاح في أيدي من يفترض أن يكونوا على الجبهات يقاتلون عدوهم وعدو الشعب السوري، العدو الذي ما زال يحشد ويحاول اقتحام المناطق التي تشهد نزاعا مسلحا بين أخوة المنهج والسلاح. وبالرغم من الحصار الذي يعاني منه عشرات الآلاف من المدنيين في الغوطة، وليزداد هم المدنيين فوق همهم، فقد شهدت المنطقة في الأيام القليلة الماضية حالات نزوح كبيرة تخوفا من تفاقم الأوضاع وازدياد وتيرة الاقتتال، إضافة لمحاولات تقدم النظام التي لم تتوقف منذ بدء النزاع، والذي جعل النظام وقواته يسيطرون على أراض زراعية واسعة والتقدم في عدة مناطق. دم المسلم على المسلم حرام. وعلى ذكر المبادرات ومحاولات وقف الاقتتال، طرح 24 فصيلا من الجيش الحر مبادرة من 10 بنود لإنهاء النزاع بين جيش الإسلام وفيلق الرحمن في غوطة دمشق الشرقية، وأكد البيان أن ما يجري في الغوطة تهديد حقيقي للثورة السورية، مستعرضا مبادرة لحل قضايا الاقتتال، وطالبوا طرفي النزاع بالالتزام بها خلال مدة أقصاها 24 ساعة من تاريخ صدور المبادرة. وتنص المبادرة على وقف إطلاق النار وإنهاء الأعمال العسكرية وفتح الطرقات ورفع الحصار وعودة الثوار إلى جبهات القتال. تطالب المبادرة بوقف التجيش الإعلامي والديني من الطرفين فورا، تشكيل لجنة لمراقبة وقف إطلاق النار، إخلاء سبيل الموقوفين من الطرفين، تضمن الفصائل 24 بأن لا يقوم أي طرف من الأطراف باسترداد أي حق له بالقوة، يتم التوافق على لجنة مدنية وقضائية تتولى مهمة إصلاح الأجهزة الأمنية، تحال كافة القضايا إلى لجنة قضائية تحدد آلية تشكيلها اللجنة الضامنة من الفصائل، دعوة كل من جيش الإسلام وفيلق الرحمن لإصدار تعهد مكتوب وموقع من قائد كل من الفصيلين بالالتزام بحكم اللجنة القضائية. وحددت المبادرة مهلة 24 ساعة لكلا الطرفين للرد على ما جاء ببنود هذه المبادرة، لكن لم يصدر حتى الآن أي تعقيب من جيش الإسلام أو فيلق الرحمن على هذه المبادرة. ارجع يا عدو الله من حيث. وجددت قوات النظام وميليشياته محاولة اقتحام مدينة دارية من جهتها الجنوبية في ريف دمشق الغربي، وقال لواء شهداء الإسلام إن مقاتليه تصدوا لتلك المحاولة وأوقعوا في صفوف القوات المهاجمة أكثر من 15 قتيلا بينهم مقاتلون من ميليشيا الحرس القومي العربي.
للمزيد ينضم إلينا هادي المنجد مراسل أورينت نيوز من ريف دمشق. أهلا بك هادي. بداية نبدأ من داريا والمعارك الدائرة هناك. الآن المعلومات تشير لسقوط قتلى من ميليشيا الحرس القومي العربي، كيف هي الصورة هناك؟ نعم، مساء الخير لك ميرا وللسادة المشاهدين. بالفعل المعارك على أشدها في منطقة داريا، حيث تحاول قوات النظام اقتحام المنطقة من المنطقة الجنوبية. استطاع خلالها الثوار من تدمير دبابة وقتل العشرات من قوات النظام. هذه المحاولات التي يعني تأتي من خلال الأربع سنوات القادمة، وقوات النظام تحاول مرارا وتكرارا السيطرة على هذه المنطقة، لكن يعني المقاتلين الموجودين على الأرض كبدوا قوات النظام خسائر فادحة بالعتاد والأرواح. قوات النظام تستخدم سياسة الأرض المحروقة في دارية، لكنها لا تستطيع التقدم في تلك المنطقة، والثوار يعني لهم بالمرصاد وكبدوا قوات النظام خسائر فادحة. نعم، طيب هذه يعني لو انتقلنا الآن لموضوع تجدد الاشتباكات بين فصائل الغوطة مرة أخرى بمحيط مسرابة، ما أسباب تجدد هذه الاشتباكات، وماذا عن المبادرة التي طرحها 24 فصيلا عسكريا من الجيش الحر لوقف هذا الاقتتال الدائر في الغوطة الشرقية؟ حقيقة لو نتكلم قليلا على الغوطة الشرقية تحديدا منطقة مسرابة، يعني ما زالت هذه المنطقة الوحيدة التي تشهد اشتباكات. يعني للأسف اليوم الغوطة الشرقية مقسمة إلى قطاعات، وكل فصيل يسيطر على قطاع، وحال المدنيين يعني يرثى له وينتبه له جبين الإنسانية. يعني المدنيين في الغوطة الشرقية كان قوت يومهم هو التبضع يعني من منطقة دوما، من منطقة مسرابة، لكن يعني للأسف الفصائل العسكرية منعت حتى يعني المدنيين من قوت يومهم، يعني بسبب الاقتتال الدائر. يعني حتى جبهات الغوطة الشرقية تضعضعت بسبب الاقتتال الدائر. قوات النظام تقدمت في القطاع الجنوبي وسيطرت على يعني مزارع وسيطرت على بساتين هي يعني سلة الغوطة الشرقية. 2700 عائلة بسبب الاقتتال الدائر بين الفصائل تشردوا وأصبحوا اليوم في الغوطة الشرقية، يعني حتى مأوى وبيوت لم يجدوا لهم، يعني حالة مأساوية تعيشها الغوطة بسبب يعني الفصائل العسكرية. حتى هذه اللحظة لم يعني يلتزم أي طرف بحل بالمبادرة التي طرحت من الفصائل العسكرية. يعني حتى هذه اللحظة تواتر التراب يعني تغلق وتفصل البلدة عن الأخرى، والاقتتال الدائر والاشتباكات حقيقة لم تتوقف. يعني أكثر من 400 قتيل جراء هذه الاشتباكات الدامية بين الفصائل العسكرية، بينما جبهات الغوطة الشرقية يعني هي فارغة تماما من المقاتلين من هذه الفصائل. نعم، هذه الآن يعني المعلومات تأتي عن اشتباكات في بالة وفي دير العصافير، يعني يبدو بأن النظام يحاول الاستفادة من اقتتال الفصائل في الغوطة الشرقية. نعم ميرا، بالحقيقة هذا ما حصل. يعني بسبب الاقتتال أحدى الفصائل في الغوطة الشرقية سحبت يعني أكثر من 70% من مقاتليها من هذه المنطقة وزجت بهم في مناطق صراع. يعني هذا الشيء أحدث تغلغلا داخل يعني داخل هذه المنطقة تحديدا في بلدة دير العصافير. يعني وتقدم النظام وسيطر على منطقة نولي، سيطر على كتيبة نولي، سيطر على مزارع وبساتين في بلدة دير العصافير، وبدأ بحرق المحصول الزراعي حقيقة في هذه المنطقة. والاقتتال الدائر حتى هذه اللحظة لم يجدي شيئا. يعني الفصائل العسكرية الموجودة حاليا في القطاع الجنوبي ناشدت الهيئة العامة، ناشدت مجلس محافظة ريف دمشق، ناشدت المدنيين الخروج في هذه المظاهرات لوقف الاقتتال الدائر. يعني النظام إن سيطر على القطاع الجنوبي سلة الغوطة الشرقية هي في خطر. يعني هذا الشيء والفصائل العسكرية حقيقة حتى هذه اللحظة يعني لم تحرك ساكنا في هذا في الغوطة الشرقية. فيلق الرحمن، فسطاط المسلمين، يعني جميع هذه الفصائل جاءت بمؤازرات إلى هذا القطاع. قوات النظام يعني تحاول مرارا وتكرارا السيطرة في مناطق بالة وقطع الطريق وفصل جنوب الغوطة الشرقية عن شمالها. ويعني هذا الحقيقة المرة التي يعيشها المدنيين. يعني كان في القطاع الجنوبي أكثر من 2700 عائلة، اليوم لا يوجد سوى 600 عائلة. جميع هذه العائلات هي الآن مرابطة على جبهة دير العصافير، جبهة منطقة بالة، لكن قوات النظام تحاول السيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي الزراعية وفصل القطاع الجنوبي عن القطاع الشمالي. أشكرك جزيل الشكر هادي المنجد مراسل أورينت نيوز من ريف دمشق. سيطر الثوار على عدة قرى تابعة لمدينة عزاز بريف حلب الشمالي بعد معارك وصفها ناشطون بالعنيفة مع تنظيم الدولة.
وبحسب المصادر فإن الثوار استعادوا قرى تل الحسين والفريزية وشيخ ريح ويحمول وجارز الواقعة شرق عزاز. وأفادت المصادر أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الثوار وعناصر التنظيم في محيط قرية البل الواقعة تحت سيطرة الأخير، فيما قامت مقاتلات التحالف الدولي بقصف مقرات تابعة للتنظيم قرب عزاز أسفرت عن مقتل 24 عنصرا في صفوفه بحسب التحالف. وتجدد القصف المدفعي التركي لمواقع تنظيم الدولة في الداخل السوري في إطار التدابير الأمنية التركية المتخذة ضد التنظيم. وأفادت مصادر عسكرية لوكالة الأناضول أن المدفعية التركية المنتشرة على الحدود مع سوريا استهدفت مواقع التنظيم في حرجلة وحوركلس ودلحة قرب مدينة عزاز. وقالت الوكالة إن المواقع التي استهدفتها المدفعية التركية تشهد اشتباكات عنيفة بين الثوار وعناصر التنظيم. استهدفت طائرات العدوان الروسي مخيم حندرات في ريف حلب الشمالي بخمس غارات جوية تسببت بأضرار مادية كبيرة دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا. ويأتي تكثيف القصف الروسي على المخيم بعد يومين من تقدم الثوار على أطرافه، الأمر الذي أدى لمقتل العشرات من عناصر الميليشيات الإيرانية الموالية للنظام. وذكر ناشطون أن الثوار هاجموا أيضاً مقرات وحواجز النظام في قريتي الطامورة وباشمرة قرب مدينة عندن. اليوم صباحاً الساعة 7. مشاهدينا، وفي خبر عاجل وردنا قبل قليل يفيد بانقطاع مؤقت لطريق الكاستيلو بحلب جراء استهدافه من قبل الوحدات الكردية. وللمزيد ينضم إلينا خالد أبو المجد مراسلنا من ريف حلب للمزيد. بداية خالد، هل لديك أي تفاصيل بخصوص العاجل الذي وردنا قبل قليل والذي يفيد بانقطاع مؤقت لطريق الكاستيلو جراء استهدافه من قبل الوحدات الكردية؟ أهلا وسهلا بك ميرا وجميع السادة المشاهدين. نحن معكم الآن من نقطة قريبة من طريق الكاستيلو مدخل حلب الوحيد الذي لم نستطع صراحة قطعه لدخول إلى قلب المدينة قبل نصف ساعة من الآن بسبب استهدافه المتكرر لهذا الطريق. مدخل حلب مدخل المدينة استهدافه المتكرر بوابل من القذائف المدفعية. نحن في طريقنا إلى الدخول إلى مدينة حلب كانت القذائف تنهال بشكل كثيف على هذا الطريق، وقعت عدة إصابات في صفوف المدنيين، وكذلك تضرر بعض المدنيين جراء إصابة سيارته والممتلكات التي يقتنيها في الطريق من ريف حلب الشمالي إلى مدينة حلب وكذلك بالعكس. لا. الآن بعض السيارات متوقفة على أطراف الطريق وتخوف من الطيران الحربي لاستهدافه أيضا، لأن الطائرات الحربية حتى الآن تحلق في سماء المنطقة، وكانت قد قصفت قبل قليل مخيم حندرات الذي منذ يومين لم تغب الطائرات عنه بشكل مكثف وقصفت المخيم بشكل كامل. المخيم أصبحت نسبة الدمار فيه تقريبا نسبة 100% جراء محاولات النظام المتكررة للسيطرة عليه. نعم. أيضا خالد، هناك معارك الآن بين الثوار وقوات النظام في محيط الطامورة، نريد تفاصيل أكثر حول أهمية هذه المنطقة. نعم، قوات النظام والميليشيات المسيندة لها تحاول السيطرة على جبل عنادان وكذلك أن تتقدم نحو ريف حلب الغربي. قوات النظام المتمركزة في الطامورة تقصف بلدة عنادان وكذلك جبل عنادان بوابل من الصواريخ وقذائف المدفعية. لهذه المنطقة أهمية استراتيجية جدا كونها منطقة تصل ريف حلب الشمالي بريف حلب الغربي. قوات النظام حاولت سابقا وتحاول الآن للتقدم من جبل الطامورة وصولا إلى جبل عنادان وصولا إلى كفر بسين للوصول إلى طريق الذي يصل ريف حلب الغربي بريف الشمالي. يعني عبر هذه الحركة تحاول قوات النظام أن تقطع ريف حلب الشمالي والمدينة عن ريفها الغربي. حاولت قوات النظام خلال الأشهر الماضية بعد وصول إلى نبل والزهراء عدة محاولات للوصول إلى هذا الطريق لكن لم تستطع. هناك هجوم يعني صد عنيف من قبل الثوار، يعلمون تماما خطورة الموقف. أن تصل قوات النظام
إلى الطريق الذي يصل ريف حلب الغربي بريفها الجنوب بريفها الشمالي. نعم، طيب خالد، يعني الثوار الآن سيطروا على عدد من القرى والبلدات كانت بيد تنظيم الدولة بالريف الشمالي لحلب، تفاصيل أكثر وأهمية هذه القرى أيضا بالنسبة للثوار. معارك عنيفة جدا تدور بين الثوار وبين تنظيم الدولة في ريف حلب الشمالي، معارك كر وفر تدور منذ أكثر من شهرين. الثوار يحاولون التقدم للسيطرة على مناطق عمق المناطق للسيطرة هي تنظيم الدولة في ريف حلب الشمالي وصولا لريف حلب الشرقي، لكن أيضا التنظيم مستميت للسيطرة على جميع هذه المناطق وتضييق الخناق على مدينة عزاز التي هي بالأساس محاصرة من قبل الوحدات الكردية. لكن الثوار هنا يعني أعمالهم العسكرية مستمرة، خلال يومين الماضيين سيطروا على 5 قرى، فبعد جارز ويحمول ليلة البارحة سيطروا على تليل الحصن وتل حسين والشيخ ريح، الآن باتوا على اعتاب قرية البل وضيقوا الخناق على قرية كفرة وصوران. طبعا بعد هذه الأعمال العسكرية الثوار شنوا هجوم على قرية براغيدة ودوديان، لكن حتى الآن لم يستطيعوا السيطرة عليهم على هذه القرى، لكن أعمالهم العسكرية مستمرة. الثوار يتوعدون بأعمال عسكرية كبيرة على غير هذه الوتيرة في ريف حلب الشمالي. وأيضا الجدير بالذكر بأن المدفعية التركية قامت باستهداف عدة نقاط لتنظيم الدولة وعدة قرى برشقات متواصلة من القذائف المدفعية، تم استهداف قرية غزل وقرية البل وقرية دوديان. المدفعية التركية كانت قد صرحت بأن هذا القصف هو ردا على الاستهداف المتكرر الذي يقوم به تنظيم الدولة لاستهداف مدينة كلس المقابل لمدينة عزاز في الأراضي التركية، وهناك ضحايا من المدنيين أتراك وسوريين. أيضا في تلك المنطقة قامت الوحدات الكردية المتمركزة في مدينة عفرين وفي مرعناز والمناطق للسيطرة عليها مؤخرا قاموا بقصف مدينة عزاز بوابل من قذائف مدفعية. نعم خالد، أختم معك عن صورة الوضع بجبهة خان طومان عموما وجبهات بالريف الجنوبي، وكيف هي الأوضاع في مدينة حلب؟ في خان طومان يعني الوضع أهدأ مما كان عليه خلال الأيام الماضية، فبعد خسائر كبيرة منيت بها الميليشيات الإيرانية والقوات النظام المساندة لها منيت بخسارة كبيرة، 4 محاولات لاقتحام خان طومان جميعها باء بالفشل، أكثر من 200 قتيل وعدى تدمير عدد كبير من الآليات الدبابات والمدافع الثقيلة مدافع 57 و23. خلال اليومين الماضيين لم تحاول قوات النظام اقتحام هذه البلدة لأنها يعني لم تستطع ولم تفلح، رغم وجود عدد كبير من الطائرات الحربية وتجاوز عدد الغارات 100 غارة، لكن حاولت قوات النظام أن تشغل الثوار في نقاط أخرى في ريف حلب الجنوبي، لكن أيضا لم تفلح ولم تستطع التقدم. الثوار يتوعدون بعد صد الهجوم بأنهم سيقومون بأعمال عسكرية سواء في ريف حلب الجنوبي أو في عدة مناطق في مدينة حلب. أشكرك جزيل شكر خالد أبو المجد مراسل أورينت نيوز من ريف حلب، شكرا لك. شكرا ميرا. بدأت قوات النظام عملية عسكرية لاستعادة قرية الزارة بريف حمال جنوبي والتي سيطر عليها الثوار منذ أيام. وذكر ناشطون أن القرية تعرضت لقصف مدفعي وصاروخي بالتزامن مع اشتباكات عنيفة على أطرافها بين قوات النظام والثوار، في وقت ذكر فيه ناشطون بأن قوات النظام لا تزال ترسل تعزيزات عسكرية إلى محيط البلدة. كذلك تدور اشتباكات بين الطرفين في جبهتي تل ملح والجبين. غنائم المجاهدين الله اكبر الله اكبر. سريه الميم دال التابعه لجيش العز استهداف في ام بي على الطريق الواصل بين الجبين وتل ملح. الله اكبر يا رب. الله اكبر الله اكبر استهداف على الجبين تل ملح. الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا رب. الله اكبر الله اكبر يا رب. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. تدمير عرض بي ام بي على حي الملح. الله اكبر للمزيد معنا محمد الفيصل مراسل أورينت نيوز من ريف حما. محمد، يعني الأنباء الواردة الآن من ريف حما الجنوبي تشير على أن النظام يبدأ بحملة عسكرية لاستعادة بلدة الزارة، نريد تفاصيل أكثر وأين وصلت تلك الاشتباكات؟ نعم ميرا، حشدت قوات النظام حشودها على مداخل قرية الزارة أو بالقرب من قرية الزارة في ريف
حماة الجنوبي تمهيدا لشن حملة لاستعارة هذه القرية بعد أن تمكن الثوار من تحريرها بالكامل من أيدي قوات النظام. النظام تلقى نستطيع أن نقول أنه تلقى ضربة قاسية خلال هذه المحاولة. تمكن الثوار من نصب كمين لقوات النظام على مداخل قرية الزارة من خلال نصب الغام وإلى ما هنالك. تمكنوا من تفجير سيارة لقوات النظام أولية على مدخل قرية الزارة أو بالقرب من قرية الزارة، قتل فيها حوالي 11 عنصرا لقوات النظام بينهم ضباط، وأيضا خلال الاشتباكات قتل عدة عناصر لقوات النظام. تمكن عادت قوات النظام انسحاب من هذه المحاولة وعادت إلى أماكنها التي انطلقت منها بعد أن تكبرت خسائر. أيضا تمكن الثوار من تدمير آلية لقوات النظام على هذا المحور. الجدير بالذكر أن طيران النظام الحربي والمروحي شن عشرات الغارات على قرية الزارة والمناطق المحيطة بها تمهيدا لاقتحامها، ولكن محاولة الاقتحام هذه باءت بالفشل بعد أن تمكن الثوار من صدها. حتى الآن طيران النظام يقوم بقصف قرية الزارة والقرى المجاورة لها والمحايدة لها. إلى ذلك أيضا وبالانتقال إلى ريف حماة الشمال، تدور أيضا اشتباكات بين الثوار وقوات النظام على محور الجبين وتلملح في ريف حماة الشمال الغربي. تمكن الثوار من تدمير عربة بي ام بي تابعة لقوات النظام على الطريق الواصل بين تلملح والجبين عبر استهدافها بصاروخ مضاد للدروع. قتل طاقم العربة بالكامل ودمرت العربة بالكامل. أيضا تمكن الثوار من تفجير رشاش بسيارة مزودة برشاش 14.5 على محور الجبين أيضا عبر استهدافها بصاروخ ميتس مضاد للدروع. الاشتباكات حتى الآن مستمرة بين الثوار وقوات النظام على هذه المنطقة. طبعا تأتي هذه العملية التي أطلقها الثوار ردا على انتهاكات قوات النظام المتمركزة في هذه النقاط. قوات النظام المتمركزة في الجبين وتلملح تقوم باستهداف قرى وبلدات ريف حماة الشمال وقرى وبلدات سهل الغاب. أيضا ارتكبت المجازر بحق المدنيين من خلال استهداف هذه المناطق بالصواريخ والقذائف الدبابات وإلى ما هنالك من الأسلحة. الاشتباكات حتى الآن مستمرة في محاولة أيضا للثوار للتقدم على هذه المناطق. طبعا الجدير بالذكر أن قوات النظام حاولت أيضا التقدم إلى المناطق التي يسيطر عليها الثوار. صد الثوار هذا التقدم والآن يتقدمون إلى المناطق التي مركز بها الثوار. الاشتباكات مستمرة حتى الآن بين الثوار وقوات النظام في محور ريف حماة الشمالي. أشكرك جزيل الشكر محمد الفيصل مراسلنا من ريف حماة. استهدفت قوات النظام المتمركزة في جورين بسهل الغاب مركز الدفاع المدني في بلدة بدامة بريف جسر الشغور الغربي، موقعة ثلاثة جرحى في صفوف عناصر المركز. كما قصفت قوات النظام براجمات الصواريخ الحي الشمالي في مدينة جسر الشغور بصواريخ محملة بقنابل عنقودية أسفرت عن سقوط شهيدين وأكثر من 7 جرحى بينهم أطفال. للمزيد معنا هاشم العبدالله مراسلنا من إدلب للوقوف على آخر التطورات في ريف إدلب. إذن هاشم، يعني بداية نريد أن نركز على قصف قوات النظام على مركز للدفاع المدني في بدامة، ما هي التفاصيل؟ نعم أميرة، استهدفت قوات النظام المتمركزة في معسكر جورين بسهل الغاب بصواريخ عنقودية مركز الدفاع المدني في بلدة أبدامة والمنطقة ريف جسر الشغور الغربي، أدت إلى سقوط 4 جرحى من عناصر الدفاع من مركز دفاع بدامة. نعم. إصابات مباشرة، كان الاستهداف مباشر للمركز بالذات، أدى إلى أيضا إلى تدمير أو إصابة بعض الآليات في المركز. تم إسعاف عناصر المركز إلى المشافي الميدانية القريبة وتلقوا العلاج المناسب. ميرا، للمزيد من التفاصيل معي أسامة برادعي. تفضل. مدير مديرية الدفاع المدني في محافظة إدلب، وهو مركز بدامة تابع لهذه المديرية، يحدثنا أكثر عن الاستهداف. السلام عليكم. وعليكم السلام. أخي أسامة، حدثنا عن استهداف مركز بدامة بريف جسر الشغور الغربي. يوم الأحد 15/5/2016 في مساء هذا اليوم، في مساء اليوم المذكور، قام نظام الأسد الغادر بقصف أطراف بدامة بأكثر من 6 صواريخ. سارع فريق الدفاع المدني الموجود في البلدة، فريق الدفاع المدني بدامة،
لمعالجة الأمر، وإذا كان إصابات أو جرحى أو شهداء حيث يتم معالجتهم. بعد عودة فريق الدفاع المدني من معالجة هذه الكارثة وحين وصولهم إلى المركز واستقرارهم في المركز، قام النظام الأسد باستهداف بصاروخ عنقودي مصدره من جورين راجمة. هذا الصاروخ النوع من السلاح بينشطر إلى العديد من القنابل لتحقيق أكبر نسبة من الإصابات أو القتل. ما هي حجم الأضرار في مركز الدفاع المدني، بشرية ومادية؟ حجم الأضرار، تم إصابة 4 من فريق الدفاع المدني المناوبين في المركز إصابات بليغة، والحمد لله تم نقلهم إلى المشافي وتلقيهم العلاج. أما الأضرار المادية، إصابة المركز عطب المركز عطب كامل كبناء، وإصابة المعدات والآليات الموجودة. وهذا هو الهدف من استهداف مراكز الدفاع المدني. هل كان الاستهداف يعني متعمد أم كان هناك قصف عشوائي على المنطقة؟ الاستهداف متعمد تماما، والدليل على ذلك الضربة المضاعفة بعد ما تم إخلاء الجرحى من أخوتنا من شباب الدفاع المدني، وتفقد الآليات بعد الضربة حوالي 7 دقائق لعشر دقائق أو أكثر. تم استهداف المركز بضربة مضاعفة بصاروخين عنقوديات، ولكن الحمد لله كان المكان يعني المركز تم إخلاؤه بشكل كامل. فالدليل أن الضربة مباشرة وموجهة من النظام بضرب الفرق التي تعمل على الخطوط الإنسانية وتقوم بإسعاف الجرحى والمصابين من المدنيين العزال. أخي أسامة، هل لديكم وسائل وقائية أنتم كدفاع مدني لتحمون نفسكم من تلك الضربات؟ والله يعني نحن حالنا مثل حال المدنيين الباقيين، نتواجد في أبنية، لا يوجد أي وسيلة من وسائل الحماية، إلا أنه فرق الدفاع المدني تعمل في ظروف عصيبة وصعبة، والدليل على ذلك هو استهداف مركز بدامة، مع العلم أنه هو الاستهداف الخامس لنفس المركز من نفس المصدر من النظام من جورين، بالإضافة إلى استهداف نظام الأسد وحلفائه من الروس وغيرهم لمراكز الدفاع المدني المتواجدة في المناطق المحررة والتي تعمل على الخطوط الإنسانية. ومنها الدليل، ومنها واضح دليلنا ما تم المجزرة التي تمت على أخوتنا في مركز الأتارب دفاع المدني حلب، راح ضحيتها 4 من خيرة الشباب المدربين الذين قاموا على إنقاذ أكبر عدد ممكن إلى حين استشهادهم. نعم، أسامة برادعي مدير مديرية مركز الدفاع المدني في محافظة إدلب، شكرا لك. أيضا ميرا، بالنسبة لباقي المحافظة، مدينة جسر الشغور تعرضت لقصف عنيف من معسكر جورين بسهل الغابة البارحة مساء وليلة البارحة، أدت إلى سقوط شهيدين وعشرة جرحى. فرق الدفاع المدني والإسعاف قامت بإنقاذ الجرحى وإسعافهم إلى المشافي الميدانية وتلقوا العلاج. القصف يعني استمر لمدة يعني أكثر من ساعتين، تم يعني إمطار المنطقة بالقنابل العنقودية الانشطارية، وهي نوع جديد، وهذه الراجمة منذ وقت أتى بها النظام إلى معسكر جورين، وتقوم باستهداف مناطق سهل الغاب ومناطق جسر الشغور وجسر الشغور الغربي، التي أدت يعني هذا نوع من السلاح الجديد. كما حدثنا فريق الهندسة في الدفاع المدني منذ قليل أن هذا النوع من القنابل هو حديث جدا، حيث أن نسبة تحقيق إصابته وتدميره حوالي 90%، يعني فضلا عن الدمار الواسع. منذ قليل أيضا قام الطيران الحرب باستهداف أطراف السجن المركزي غربي مدينة إدلب بثلاث غارات جوية، يعني ولا يوجد هناك أي أضرار إن كانت مادية أو بشرية. أشكرك جزيل الشكر هاشم العبدالله، مراسل أورينت نيوز من ريف إدلب. أعلن تنظيم الدولة عن احتراق 4 مروحيات روسية إضافة ل20 شاحنة محملة بالصواريخ داخل مطار التيفور العسكري بريف حمص الشرقي. من جهتها قالت مواقع موالية للنظام إن الحريق في المطار سببه انفجار ضخم في مستودع للذخيرة. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه صفحات تابعة للنظام عن مقتل اللواء محمد جورية من قرية دير الصليب التابعة لمدينة مصيف، وذلك خلال المعارك الدائرة مع تنظيم الدولة في المناطق المحيطة بتدمر.
خسائر بالجملة يتكبدها النظام على يد تنظيم الدولة، فما لبث إلى أن يأخذ الضربة تلو الأخرى بعد أن أعلنت صفحات تابعة للنظام عن مقتل ضابط رفيع المستوى في المناطق المحيطة بتدمر في ريف حمص الشرقي، وذلك خلال المعارك الدائرة هناك بينه وبين تنظيم الدولة. وقالت صفحات موالية لنظام الأسد أن اللواء محمد جورية من أبناء قرية دير الصليب التابعة لمدينة مسياف بريف حماء قد قتل في المعارك الدائرة بمحيط مدينة تدمر بين قوات الأسد وتنظيم الدولة. كما ذكر ناشطون أن اللواء قد قتل برفقة 9 من مرافقيها، ويعتبر اللواء جورية أرفع ضابط في قوات الأسد يقتل هذا العام في إطار المعارك والمواجهات التي تشهدها سوريا ولا سيما في ريف حمص الشرقي، ليتلقى بذلك النظام صفعة أخرى من يدي التنظيم. تنظيم الدولة مجددا يعلن عبر وكالة أعماق أنه نشب حريق ضخم داخل مطار التيفور العسكري في ريف حمص الشرقي أسفر عن احتراق 4 مروحيات روسية بالإضافة إلى 20 شاحنة محملة بالصواريخ، لكن دون أن يتبنى مسؤوليته عن العملية. ومن جانب آخر، أعلن إعلاميون موالون للنظام أن سبب الحريق يعود إلى انفجار مستودع للذخيرة داخل المطار، وأكد ناشطون أن المطار لم يتعرض لأي قصف من قبل تنظيم الدولة الذي يبعد عن المطار بمسافة تزيد عن 7 كيلومترات، حيث تمكن التنظيم خلال الأيام القليلة الفائتة من إحراز تقدم ملحوظ على أطراف المطار بعد معارك ضد قوات الأسد، تمكن خلالها من السيطرة على عدد من الحواجز العسكرية بالإضافة إلى كتيبة المهجورة التي استعاد السيطرة عليها الجمعة الماضي. ينضم إلينا من حمص عضو اتحاد تنسيقيات الثورة محمد الأسعد. إذا محمد، تنظيم الدولة يقتل ضابط من قوات النظام، الأنباء تحدثت بأنه أكبر رتبة عسكرية تقتل للنظام بمحيط تدمر، ماذا في التفاصيل لديك؟ تحية لك إميرة وللسادة المشاهدين. أهلا. طبعا تنظيم الدولة منذ يومين وهو يهاجم النقاط العسكرية في غرب جبل الأهيام في محيط مدينة تدمر من الجهة الغربية. منذ يومين تمكن تنظيم الدولة من الهجوم على 3 نقاط غرب مدينة تدمر بالقرب من جبل الأهيام، وتمكن من قتل اللواء محمد جورية والذي ينحدر من مدينة مصياف مع 10 من مرافقيه بينهم صف ضباط غرب مدينة تدمر. طبعا إعلام النظام والكثير من وسائل الإعلام تكتمت على هذا الخبر، ونحن ذكرنا منذ أيام أن هناك رتبة عالية قتلت غرب مدينة تدمر. الآن النظام والصفحات الموالية تنعي اللواء وتنعي جثة اللواء الموجودة داخل المشفى العسكري في محافظة حمص. أيضا تنظيم الدولة هاجم عدة نقاط يوم أمس في محيط مدينة تدمر من الجهة الشمالية، حيث سيطر على تلتين بالقرب من جبل محمد بن علي شمال مدينة تدمر بالقرب من جبل المزار والذي تبعد 7 كيلومتر عن مدينة تدمر. تمكن من السيطرة على التلتين بعد قتل أكثر من 6 عناصر لقوات النظام. تنظيم الدولة أيضا قام بتفجير عربة مفخخة في منطقة القيارة جنوب منطقة حويسيس الذي تقع بين شاعر ومطار التيفور، وأوقع أكثر من 20 قتيل لقوات النظام في تلك المنطقة. أيضا هناك وصول أكثر من 500 عنصر روسي إلى مدينة تدمر، حيث أصبحت مدينة تدمر قاعدة روسية. تمركزت هذه القاعدة الروسية المزودة بالرادارات وبأجهزة حجب الإنترنت والاتصالات في منطقة الحرم الأثري في الجانب السفلي لقلعة تدمر. الآن منذ ساعة هناك خبر عاجل ورد من مدينة تدمر أن هناك هزة أرضية ضربت المدينة بمقدار 4 درجات، هناك هروب لعناصر من القوات الروسية لخارج مدينة تدمر. لكن هناك أمر جدا مهم ومختلف متخفي عليه تنظيم الدولة إلى حد هذه اللحظة. تنظيم الدولة يهاجم أكثر من نقطة في محيط مدينة تدمر. تنظيم الدولة الآن مطوق مدينة تدمر بالكامل. إلى حد هذه اللحظة تنظيم الدولة متكتم على العمل العسكري باتجاه مدينة تدمر، علما أن المدينة لا يوجد فيها مدنيين سوى القوات الروسية والميليشيات الإيرانية. نحن نقول لماذا تنظيم الدولة إلى حد هذه اللحظة لم يهاجم مدينة تدمر ويهاجم غرب مدينة تدمر بحوالي 30 أو 40 كيلومتر باتجاه الشارع
باتجاه مطار التيفور. هناك تكتم عسكري عند تنظيم الدولة لم يفصح به إلى حد الآن باتجاه العمليات العسكرية التي يقوم بها في محيط تدمر، علما أن التنظيم إلى حد هذه اللحظة مطوق مدينة تدمر بالكامل ويقترب. طيب محمد، أيضا هناك تطورات عسكرية بالريف الشرقي تحديدا منطقة التنفل، من أي مستجدات بخصوصها؟ نعم، يوم أمس قام جيش سوريا الجديد والمعروف بجيش سوريا الموحد بكتائب جبهة الأصالة والتنمية وأسود الشرقية بالهجوم على معبر التنف. حدثت هناك اشتباكات بين تنظيم الدولة وجيش سوريا الجديد بالقرب بحوالي 6 كيلومتر من معبر التنف. حدث هذه الاشتباكات، هناك قتلى من الطرفين. لم يسيطر جيش سوريا على معبر التنف، ما زال معبر التنف موجود مع التنظيم بيد تنظيم الدولة. هذه الاشتباكات تعود للكر والفر في كل وقت، في كل آونة وأخرى. جيش سوريا الجديد يهاجم هذه المنطقة، يستفيد من هجوم تنظيم الدولة واشتباكه مع النظام ويبادر الهجوم إلى معبر التنف. الاشتباكات لم توقف من في كل أسبوع يهاجم جيش سوريا الجديد هذه المنطقة، لكن المنطقة إلى حد الآن تحت سيطرة تنظيم الدولة. نعم محمد، بالانتقال إلى البوكمال، هناك أنباء تتحدث عن استهدافها بالغارات وسقوط 4 شهداء، هل من أي معلومات لديك بخصوصها؟ نعم، هناك غارات روسية منذ الصباح الباكر استهدفت مدينة البوكمال، وقد صرحنا للإعلام منذ أيام أن وصل مطار التيفور أكثر من 134 خريطة إحداثيات وهي لقصف المنطقة الشرقية، علما أن هناك 30 طيار روسي وصلوا مطار التيفور وذلك لبدء الحملة الجوية على المنطقة الشرقية باتجاه دير الزور. القوات الروسية، هذه الغارات التي استهدفت البوكمال وتستهدف ريف دير الزور تأتي مع تزامن مع المعارك التي يقوم بها تنظيم الدولة في محافظة دير الزور وأطراف دير الزور. أيضا هناك تقدم للقوات الروسية في الأيام القليل القادمة، حسب ما ورد لنا مصادر من داخل النظام، أن هناك حملة جوية وحملة عسكرية ستبدأ من مدينة تدمر باتجاه دير الزور. هذا القصف الجوي يأتي تقدما للقوات الروسية وقوات النظام الذي ستبدأ عمل عسكري باتجاه المنطقة الشرقية. نعم، سؤال أخير، وصورة الوضع الإنساني بحي الوعر المحاصر، هل من أي تفاصيل أو أي مستجدات؟ نعم، ما زال حي الوعر يعاني من الكارثة الإنسانية في ظل الصمت الدولي الرهيب على ما يجري داخل حي الوعر الآن. ومنذ يوم أمس إلى حد هذه اللحظة أعلن ناشطين حي الوعر إضراب كامل حتى فك الحصار عن حي الوعر الذي يطلقه قوات النظام، الذي لم تعد تدخل رغيف الخبز إلى حي الوعر. هناك 100,000 داخل حي الوعر هم بحاجة إلى مواد غذائية وإلى مواد صحية. هناك كارثة إنسانية، هناك 26,000 طفل مهددين بالجوع، هناك مهددين بكارثة كما حدثت بمضايا. المجتمع الدولي والأمم المتحدة متكتمة على ما يجري داخل حي الوعر. أيضا النظام يضغط على المدنيين للاستسلام والخضوع للتخلي عن شرط إخراج المعتقلين لدى حي الوعر، المدنيين الذي هم من محافظة حمص. النظام دائما ما يبدأ دائما ما يضغط على المدنيين وعلى الثوار بإخضاعهم واتباع سياسة الجوع، لكن نحن نتهم الأمم المتحدة ونتهم المجتمع الدولي بالصمت عما يجري والتكتيم الإعلامي عما يجري داخل حي الوعر. هناك الكارثة الإنسانية الذي صابت حي الوعر. أشكرك جزيل شكر محمد الأسعد، عضو اتحاد تنسيقيات الثورة من حمص، شكرا لك. حذرت بعض الفصائل الثورية في عدة مناطق محررة طلاب الشهادة الإعدادية من التوجه إلى مناطق النظام لتقديم الامتحانات خوفا من اعتقالهم من قبل الحواجز العسكرية. كما ادعت وكالة سانا الرسمية أن قوات النظام سمحت لطلاب كل من المعظمية ومناطق أخرى في ريف دمشق بالتوجه إلى قلب مدينة دمشق لتقديم امتحاناتهم. أما في حماة فقد أقامت قوات النظام بعض المتاريس والحواجز العسكرية على مداخل المدينة ودققت بهويات الطلاب المتوجهين لتقديم امتحاناتهم والقادمين من المناطق المحررة في الشمال السوري. كذلك جرى الوضع في العديد من المدن التي تتقاسم السيطرة عليها قوات النظام وتنظيم الدولة مثل دير الزور. أثارت قضية شحنة حليب الأطفال المنتهية الصلاحية والمرسل من قبل منظمة برد الإغاثية
أثارت جدلا واسعا داخليا وخارجيا، حيث قامت إدارة معبر باب الهوى بإتلاف الشحنة وسط استياء كبير من قبل المنظمة المرسلة له. في معبر باب الهوى الحدودي، هي ليست المرة الأولى التي يتم فيها إتلاف شحنة إغاثية من قبل إدارة المعبر لسبب كونها فاسدة أو منتهية الصلاحية، لكن قضية إتلاف شحنة حليب الأطفال المصنع في ألمانيا والمرسل عن طريق منظمة بردة الإغاثية قد أثارت جدلا كبيرا على الصعيد الداخلي والخارجي. وصلت إلى معبر باب الهوى شحنة من حليب الأطفال في طريقها إلى الداخل السوري المحرر، وبما أننا نشكل خط الدفاع الأول عن أبنائنا وأهلنا في سوريا، نقوم بالتأكد وفحص أي مادة تدخل عبر المعبر، وعند فحص الشحنة المذكورة من قبل المختصين تبين لنا أنها منتهية الصلاحية، لذلك قررنا نحن إدارة معبر باب الهوى إيقاف الشحنة ومنع دخولها إلى الداخل السوري. وبعد أخذ عينات من مادة الحليب للتدقيق في صلاحية المنتج، تبين أنها مصنوعة تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة الإيرانية، وكذلك وجود لصاقة كتب عليها تاريخ انتهاء الصلاحية وتخفي تحتها تاريخ الإنتاج والانتهاء الأساسيين، ما أثار شكوكا لدى إدارة المعبر، الأمر الذي استدعى تشكيل لجنة مؤلفة من اختصاصيين للبحث في هذه القضية لما يترتب عليها من آثار ربما تشكل تهديدا لحياة الأطفال المستهلكين لهذه المادة. مصطلح انتهاء الصلاحي هو عبارة عن إحدى المؤشرات التي تستخدم في الأغذية التي لها من الأهمية ما لها، حيث أنه في علوم الأغذية يوجد أغلفة، يوجد عبوات، وكل هذا له حساسية، فعندما تنتهي الصلاحية يبدأ في الأغلفة والعبوات تحلل الطبقات الملامسة للأغذية، مما يؤدي إلى خروج العناصر التي يمكن أن تكون ذات تأثير سمي تراكمي، تبدأ بالخروج من الأغلفة باتجاه الأغذية. أضف إلى ذلك في حليب الأطفال يتم إضافة بعض العناصر النادرة والتي لها أهمية في نمو الطفل، في نمو جهازه العصبي، في نمو جهازه الحركي، في عملية إفراز الهرمونات، فعندما يتم نقص العناصر النادرة فإن هذا يفقد الحليب جزء من قيمته الغذائي ودوره الأساسي كونه عنصر نمو وصحة للأطفال. في عام 2014 سجلت 5 حالات تسمم لدى الأطفال في ريف حلب، ذكرت مصادر إعلامية أن السبب يعود لتناولهم حليب أطفال منتهي الصلاحية، لكن من ناحية أخرى فقد نفى الدكتور مروان خوري رئيس منظمة بردة أن تكون المنظمة على علم بانتهاء صلاحية الحليب، مضيفا أنه في القانون الألماني يحق لشركة المصنعة تعديل تاريخ انتهاء الصلاحية بعد إجراء التحليلات اللازمة. لكن الدكتور جمعة خلال حديثه لنا أكد أن القانون الألماني يفرض أيضا تغيير العبوة إلى جانب تغيير التاريخ الصلاحية. النائب العام المنشق لمدينة إدلب والحاصل على دكتوراه في القانون الدولي لم يستبعد أبدا أن يكون لإيران دورا في هذه الحادثة، مشددا على أنه لا يمكن للمنظمة بردة أن ترسل مادة الحليب وهي على علم مسبق بأنه فاسد. المادة 200 في هذا الخصوص تقول إذا كانت جميع الأعمال الواقعة أو الرامي لاقتراف الجناية قد تمت، غير أنها لم تفضي إلى مفعول بسبب ظروف لا علاقة لها بإرادة الفاعل، أمكن تخفيض العقوبة، وفي هذه الحالة إذا كانت عقوبة الجرم إعدام يمكن تخفيفه إلى الأشغال الشاقة المؤبدة. وأنا باعتقادي كقاضي يعني من خلال ما نراه على الأرض أن الجهة وزارة الاقتصاد الإيرانية هي المشرفة على تصنيع العبوة، وكون إيران قد تدخلت ومنذ بداية الثورة إلى جانب النظام ومارست القتل ضد الشعب السوري، فأنا لا أستبعد أن يكون لها نية بتحقيق هذا الغرض من إدخال المواد الفاسدة إلى الأراضي السورية. وأضاف الحميدي أنه يحق لإدارة مدينة إدلب ولأي مواطن سوري رفع دعوة قضائية ضد شركة هيومن الألمانية المصنعة لمادة حليب الأطفال. أتلفت شحنة حليب الأطفال بشكل كامل، لكن ملف القضية لم يغلق بعد، حيث ستسعى إدارة معبر باب الهوى الحدودي لمحاسبة المتورطين، وكذلك تضع القضية أمام السوريين في المناطق المحررة. شهر سماق، أورينت نيوز، من معبر باب الهوى الحدودي في ريف إدلب. مشاهدينا، جولة الرابعة انتهت، وإلى العناوين.
تجدد الاشتباكات بين جيش الإسلام وفيلق الرحمن في الغوطة الشرقية، ومبادرة جديدة لوقف الاقتتال. بدعم من المدفعية التركية، الثوار يستعيدون السيطرة على قرى بريف حلب الشمالي من تنظيم الدولة. قوة النظام مدعومة بالميليشيات الطائفية تبدأ عملية عسكرية لاستعادة قرية الزارة بريف حما الشمالي. للمزيد زوروا موقعنا orientationnews.net. إلى اللقاء.